كانت قاعدة أنا ورفيق وسألتنا، قالت لي ليه الواحد بيحب؟ طلعت فيها قلت لها ما في سبب، هيك بحب، بس يمكن بتتعدد الاحتمالات. قالت لي كيف يعني؟ قلت لها فجأة بيدخل شخص على حياتك وكل شي بيتغير، يعني في ناس بتحبهم لأن بتحس معهم بالأمان وفيك تبني معهم أحلامك، وفي ناس بتحبهم لأن بيذكروك بحالك، بتشوف حالك فيهم، بتشوف حياتك من جواته، وفي ناس بتحبهم لأن بيذكروك بحدا وهالحدا بعيد وهو أقرب شخص بالإحساس لإله، وفي ناس بتحبهم لأن بيكملوا النقص اللي فيك، بتاخد منهم لتكمل حالك. بس رغم هالاحتمالات ولا واحد فيهم الحب. قالت لي كيف؟ قلت لها لأن بحب عن جد ما بيلاقي السبب، يعني هيك بتحبهم هيك لأن هيك مثل ما هن بكل العلل اللي فيهم. لا انت بتعرفي ليه بتحبيهم ولا هن بيوم رح يعرفوا. قالت لي وشو رأيك انت بالحب؟ قلت لها بالحب ما في رأي، الحب بيجي بيتملكك ويا بيكون إلك يا بيعيشك فترة حلوة يا بيكون سبب موتك. الحب حلو والحب بشع، الحب بيضحك والحب بيبكي، ولما يقرر يزورك الحب بدك تكوني متوقعة الاحتمالين، يعني يا بتنامي انت وعم تبكي من الضحك يا بتنامي عم تبكي من الوجع. قالت لي اذا هيك انا بفضل ما حب، بسكر على الحب. قلت لها هيدي الشغلة الوحيدة اللي ما خصك فيها، منو قرارك، منو شي بيرجع لك، هيدا شي بيتملكك وبين يوم والتاني بتكوني وقعتي ضحيته. الحب له ثلاث حالات بس. إذا صدقت البنت بيخون الشاب، وإذا صدق الشاب بتخونه البنت، وإذا صدقوا اتنيناتو بيخونن القدر. قالت لي اوف، وما حدا بيبقى بالآخر؟ قلت لها سامعة بمثل حظه بيفلق الصخر؟ ايه هيدا هو، نيال اللي بيشتاق لحدا وبيلاقي حده. العالم كتيرة والمشاكل اتعددت، عندك هيدا الإنسان اللي ناطر حدا وهيدا الحدا ناطر حدا تاني، وفي عندك هيدا الإنسان اللي بتسأليه بنص الليل ليه بعدك ما نمت، بيقلك لأن عم فكر. بتسأليه بمين؟ بمين عم بتفكر؟ بيقلك عم فكر باللي نامه. وفي عندك هيدا الإنسان اللي على طول بتلاقيه شارد بيضحك، بس لما تتطلع بعيونه بتعرفي إن هي الضحكة كذبة، كذبة كبيرة. وفي عندك هيدا الإنسان اللي بيقلك خلص، أصلا صار عبارة عن سطر من قصة مرقت بحياتي، بس لما تطلعي فيه بتعرفي منيح إنه ما عنده الجرأة ليحط نقطة بآخر السطر. وعندك هيدا الإنسان اللي بتحسيه كتير مخنوق، بس كل ما تسأليه شو بيك بيقلك ماشي، بتعرفي إنه ما بده يحكي لأن صعب حدا يفهم شو حاسس. وعندك هيدا الإنسان المبسوط، مبسوط لأنه حده غصب عنا رح يجي إنسان على حياتنا يزعلنا ونحن نراضيه، يجرحنا ونسامحه، يبكينا وما بعمرنا نقدر نبكيه. غصب عنا حنضل نحبه، غصب عنا ما حتمشي القوانين عليه، بس بدنا إياه يضل حدنا
ليه؟ لأن هيك ما في سبب هيك. كل ما تغمض عيونك بالليل بتقولي لو أشوفك أنسى كل ناسي وضمك كل همي يا حبيبي بس أضمك لو أشوفك أنسى كل ناسي وضمك كل همي يا حبيبي بس أضمك انت وينك عيوني مشتاقة لعينك انت وينك عيوني مشتاقة